لا بالله تعال طل الباص طف الباص يا جماعه الخير قايلين لك لا تمر في الماي لا تمر في الماي كل في واحد كافي كل بيعفسنا بيخلينا لازم يسوي حسابك ويسوي حنا بيطلعك من البحر سفينه بقلب الباص سفينه بقلب سفينه بيسوي حنا خلاص احنا فعلا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. شو العمل زين يا ابو محمد؟ تعال يا ابو دويش تعال. شفت الماي اللي مر فيه ابو محمد بساعة؟ تدري وين وصل؟ وين؟ وصل لهنا. والله وصل لهنا. شفت اوراق الشجر ذا لين انجاو؟ الباص العربي كله انعفس الحين يا ابو دويش. كهرباء يبي لنا 30,000. 30,000؟ 30,000 تدفعها. تنك ريال ينطح ريال. 30,000. الله يرحم والديك انت تدفع شيء. اصبر اصبر يا ابو شنب اصبر يا شنب. ما تشوفهم يابسين عامه شابسين. شلون وصل الماء؟ شلون وصل ورق الشجر لهنا؟ معنا كله ماي هنا يا عدنان. لا 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 ابو محمد لا 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 ابو محمد حرام عليك حرام عليك حرام عليك. الركب ما ينفتح ما ينفتح. بس بس ابو شنب بس تعال يا ابو دويش خلاص ابو خسره خساير. نجر باص نجر باص على حسابه. البوصله يعني ب 500,000 تعال 250 تدفعها. تعال يا ابو دويش تبي كل الكهرباء نعفست كل الكهرباء شكل اللي بناقم اي عفسنا شكل اليوم بيعتمس علينا كل شيء. والله بيعتمس علينا بكيف يعني اليوم بنفل هنا نقعد هنا اليوم. المشكله الشباب ما ينفتح عليهم الباب اللي ورا. والله حاولت افتحهم بجيفته انا حولت وياهم تزوا علي كل منكم سوى راح عبارة حق قبطان سفينه مع وجهه اقول لا تحس زياده لا تحس زياده لا شغل عمل عيني ابو محمد. زين افتح للشباب الشباب قاعدين داخل. شو واصل انا عاد قال لك تمر في الماي سفينه هي ابو محمد. يا ما جايك ما بشغلك لا حجب انا جاي لا قوه الا بالله. شو تسوي ايش دخل انا ما في كهرباء يا ابو محمد. يا ابن الحلال فكاني انا مجهه شال مريضي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. هذا بلف يا ابو دويش ذا سفتي ذا الحين يفتح الباب حقهم. شوفه فتح ولا ما فتح بابهم. شوف شوف تعال ما فتح. والله ما فتح. اتوقع يقعدون داخل يخسون الشباب. ما ندر انا بس واذا جاهم شاي يا ابو دويش داخل دفاع الدفاع الطوارئ ندق عليهم ندق عليهم ريضي يجون يفتحون من يجيهم جاي. اصبر اصبر ابو كبريت دق عليه قل له في بلف داخل خلي يفتحونه فوق الباب قل له. ايه ابو كبريت افتح البلف اللي عندك داخل. ريضي السيارة قامت تنزل. فتح البلف اللي داخل قامت تنزل لان الهواء كله راح. الهواء كله راح كله راح. بعد مرة واحدة انغرق تحمط رحيم. لا 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 ما عليك ما عليك افتح البهي فتح 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 هي فتح. الحمد لله على السلامة. خرب الباص ابو محمد ابو محمد خرب الباص. وخر يا عادل وخر. شوف الماي لوين وصل. تعال 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 علمك سوا ابو محمد. دماركم معافس السيارة. تعال داخل بحيرة كنا احنا سفينة. تعال تعال يا فوزي تعال شوف ايش سوى. تعال تعال يا ابو عبد العزيز تعال. خلاص وين محمد؟ يا ابو دويش ود عادل خليت فاهم يا ابو محمد ود. شوف شوف كله كله ذا ماي كله ماي غرقت الدنيا غرقت. شوف شوف على وجهك ما عندك دار ما عندك كله ماي كله ماي. شوف هاك 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 ابو كيان كل الوايرات الوايرات كلها جاها ماي. ما بشغلك عفسنا عفسنا عفسنا. انا استعلمت يلا 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 يلا
راح البصرة. راح البصرة. راح البصرة. راح البصرة. اصبر ابو محمد. محمد محمد ما يسوى انت ركب محارس. ما اسمع محمد. طلعوا فرشة. طلعوا فرشة وقعدوا هنا. وين رقم العرض؟ ما نقعد هنا. زين ايش تبي نسوي لك؟ تبي نسوي؟ جاي احد بقطع جلدك. ان شاء الله. بقعد في المياه. شو نسوي؟ شوف شوف عبد العزيز. شوف حل الشباب. شوف حل. خليه يشوف حل الشباب. هاي شيف عاد نروح منه. عنصرية عنصرية عنصرية. خلاص عنصرية. عنصرية خلاص. اصبر. يا شباب يا شباب يا تعال يبا ارفع العقال عليهم مدير على الطال قردتنا كل سفرة نسافر عدلين بس جيت ويانا الرحلة قردتنا حلوة ذي حلوة طب من السطح وتحول قال انظلوني قردتنا يا عمي بالعقل بالعقل طباس بدك هاي شيء تقفج وتقفج جيب لك عقل بالحسابه يبا عاد قفج قفج لا والله قرات الحلو الحلب محمد يا عاد نسب غرام 5000 قال بدا تقريبا اي 5000 يبي لنا 50000 مو 5000 خلاه يصلح وبعدين انا اوعده عنده اي كافو اصلا السكن ادبله كافو كافو راح بس راح اي يعني ما لا لا كافو يعني الرئيس ويلا يعني ابو محمد انت العقاده ما بادر الحكي فيه شفته ايه يا ريتك تصدق مره وانا مره طقيت كلها ما تقوم ما تستحي كفو كفو يا ولد عمي كفو يا ولد عمي كفو ايش الحال يا ابو محمد الحال يا ابو عبد العزيز ان انت بما انك مدير الرحلة الان راح لا تخل عندك عندك شق الباص شق الباص شق الباص شق الباص شق الباص شق الباص بشر عسى يمشي عسى يدعس ان شاء الله ان شاء الله طف ايش صار تخنت تخنت طف 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 تخنت عندك عندك شو تخنته اي والله تخانه والله والله تخانه راح افصل كهرباء راح افصل لي ورا راح راح لا بارك الله فيك يا عدنان لا لا ابو محمد لا لا والله اسف الله اسف الله والله لحظه يقول لك دخن البؤس دخن والله دخن دخن البؤس محمد اعطى واحده اعطى واحده اعطى واحده اعطى واحده اعطى تاكد تعرف تأكد علي انا ما تأكد صحيح تأكد مين تأكد عندك عندك يلا ها ابو عبد العزيز ايش العمل الحين يا ولد عم لا لا تعود تعود ابليس ابو علي لا لا بعدين بعد لا اشتغل باص سوي اللي تبي ما علي طارت المساحة وطارت المساحة وطارت انا رابط بمحمد رابط خرقه وانا طارت الحين قام ربط لك خرقه قام ربط لك خرقه قام لا تضحك وقف وقف محمد قام مدويش قام اجيب المساحه قام خزي اجيب المساحه المطر ما طيحت انا قاعد اطلع وياكم ما اضحك محمد والله خليه يجيبها زي ما ضحك خليه يجيبها ما بجيبه والله ما بجيبه قام جيب المساحه قام ما بجيب شيء وين ندورها احنا يا ابو محمد وين ندورها عندك 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 لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله 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 شوفوا يا جماعة البردي اوف شوفوا شوفوا البردي يا جماعة كله دخل داخل عندنا دخل داخل الله وصل لعندي البردي سبحان الله شوف يا جماعة وصل لعندي
ما شاء الله ما شاء الله. ها جاي بالمساحه منين نجيب قابله بالمساحه خلنا نمشي. هاي قام جيب المساحة قام الله الله الله. يا رب يا رب أمطار خير وبركة يا رب أمطار خير وبركة يا عقالية خلي يجيبون عقالية عقالية قام جيب العقالية ما يجي عقالية والله لا بطوجيكم. أنا بقوم أجيبه يا الله. لا إله إلا الله. شوفوا 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 الثلج كيف داخل يا جماعة الخير. ردي قام عشان تجيب المساحة وياه قام المساحة قام قام جيبوا ماني لا تدخلوني انا انت تروح كل شيء محمد راح جيبهم انت قام اجيب انا بقوم اجيب يلا وين اجيب حرام يا سيد روح وين وصل وصل الحاسق سويت فيها وراير مساكم الله بالخير واجواء طيبه في الطايف وفاتتكم الاجواء بس لا تفوتكم الايام جايه وتعالوا الله يحفظكم الاجواء ولا اروع الاجواء الاجواء بالاي اخر شيء مالي السموحه وحبيت اقول لكم الجماعه مبسوطين بالامطار الطيبه والشاعر خاثر الشاعر ايش فيه خاثر شوفوا المطر ايش زينه هو خاثر الله يعينك الله يعينك يا شاعر ولا الليتات وهذا ذا هادي ياكل علج هادي هادي ايوه وهذا طال عمركم ابو يوسف منورنا ابو يوسف هذا جزش وهذا الصجر على المصارعات مختير ويامهم ذاك المقصمله وحياكم الله في الطايف واهلا وسهلا بكم وهذا الصجر على المصارعات مختير ويامهم ذاك المقصمله وحياكم الله في الطايف واهلا وسهلا بكم مع السلامه عليكم زران انا ابويا امطار وثلوج فيك لبت الاكل الله ما شاء الله عليك بالعافيه يا حبيبي وهذا بويسم ذي ما شاء الله تبارك الله راح محمد ولقاه مسكرين ونبوت وجاب لت حليب بعرين افود لت واحسن لت وين الكسر شو ازيلت من الهمبرجر وازيلت من هذا شو ما صرفتت انا جاب لت حليب بعرين ازيلت من ذا كله وتقول لي هو انا بجيب لك وجبه وكل ذا بس وخرتها كذا اي وش في ذا حلو طيب استنى وكل شيء ايه قل وخرت الكاس وخره وراتي بيصب لك لا لا والله وش تبي انت انا ما اشرب حليب بعرين تصرفني انت والله ما اشرب بس خلوني اروح بس. تعال ينشي ايه دين دين تعال تعال انا ابوك تعال تعال سام والله انها فود اللي تكون ابوك لخبطت اللي باكله واللي بشرب ولا تزعلين انا ابوك تزعل لا تعصر ودي صورت بس شعرتي بترتيب لا تزعلين ولا شيء نبت وهذه وجبتي يا ديو
خليني انت دمعت على خدت وانا بوت مصرفين انت بربع ريال ثاني مره ما خليهم يروحون. ها البنزين اغلى من وجه. ايه ما يخالف، ليش تزعلونها انتم؟ رايحين معكم قاعدين تاكلون عنده والمسكينه دمعتها على خده. تقول حليب حليب بعرف ما تبين طيب؟ لا 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 اخرب. انا فاهي على البنزين. شناط طلعنا بدون شناط، والله يا جماعه الخير عدينا الفندق زي ما وصلنا جده بدون شناط. اي والله العظيم نسيناهم. شو تخيلت انا ما تشعقف فاتكم يا امه الغاليه الحين انتوا اللي نزلتوا مع الشنط، المفروض تقول له تعال جيبهم. نزلت قبل شنو؟ ان شاء الله ما تدري ايش الخيره. الحمد لله رجعنا وخذينا الشنط زي ما بعدنا كثير وما في زحمه بعد فرجعتنا. الان وقفنا محطه نعب بنزين ونتوكل على الله. اجابه بعض الاستفسارات اللي تقول لنا وش اللي في المدينة، مدينة فيها أماكن كثيرة، والله أماكن كثيرة يا جماعة الخير، لكن الوقت ضيق ما يمديك تروح وذا تعب، فاهمين علي؟ بعدين في ناس تسأل تقول المسافة من ديرتك أنت بيتكم إلى المدينة كم؟ حدود 1200 كيلو، 10 ساعات 11 ساعة، والآن من المدينة إلى جدة 400 كيلو، 3 ساعات ونص 3 ساعات كذي، فاهمين علي؟ هذا المسافة. مرة ثانية لا تنسون شيء، أوكي؟ احنا اشتغلنا.